قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم، وهلأ جا الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. باي. أم سيف يوتيوبر معروفة بتقديم فيديوهات للعبة ببجي موبايل المشهورة، واللي تابعها على يوتيوب أكثر من 5 مليون مشترك، إلا أنها أثارت الجدل مؤخرا بآخر فيديو نزلته على قناتها على يوتيوب من بعد اختفائها لمدة أسبوع، واللي كان بعنوان آخر فيديو بقناتي، واللي كانت مدته 30 ثانية فقط. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض، أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم، وهلأ جا الوقت اللي صار لازم فيه أني أترك اليوتيوب. واللي أثار قلق المتابعين وبشدة هي حركة أم سيف بضم أصابع إيدها بمنتصف الفيديو، واللي اعتبروا البعض أنه كان إشارة لطلب الاستغاثة وأنها كانت تحت التهديد ومخطوفة. بس حابة أني لكم شغلة. فهون بلشت ردات فعل عدد كبير من صناع المحتوى على يوتيوب، فشفنا عدد كبير من الفيديوهات واللي اعتبرها البعض استغلال للموقف اللي كانت فيه أم سيف لحصد المشاهدات، خاصة تجاه الناس اللي طلعت عدد كبير من الإشاعات والأخبار الكاذبة، واللي كان من بينها خبر موت أم سيف. باي. فبعد ساعات من انتشار الخبر ومن بعد ما حقق الفيديو ملايين المشاهدات، انتشر فيديو لشخص حكى فيه انه تواصل مع ام سيف شخصيا وبعتت له تسجيل صوتي واكدت فيه انهم بخير. تواصل معهم باذن الله بحسب ما جاء على لسانه بانه ادخلت الجندرمة وتم حل الامر، وباذن الله خلال ايام ربما تكون معكم مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصتها في اليوتيوب. خلينا نسمع التسجيل. الحمد لله نحن كلياتنا بخير، والجندرمة من شوي اجت وتدخلت. اذا اخواني الاكارم حبيت اطمن الجميع بانه الحمد لله اصبحوا بخير بحسب ما وردني من تسجيل صوتي. ولحد الان لا يملك اي احد القصة الكاملة وراء هذا الفيديو وشو الغاية من وراء هذا الفيديو، وهل اذا حقا كانت ام سيف مخطوفة او تحت التهديد او لا. فشو رأيكم انتو بالموضوع؟ اكتبوا لي رأيكم كاملا تحت بخانة التعليقات.